every day, late at night. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى سنريكم طريقة جديدة لكي تحول هاتفكم الغير مستعمل، يعني هاتفكم القديم، إلى كاميرا مراقبة بطبيعة الحال مراقبة في المنزل قديم. كاميرا مراقبة تراقبون به أمام بيتكم أو محلكم التجاري إلى آخره. كل ما عليكم هو أن تقوموا بتثبيت تطبيق، إذا سأريكم هذا التطبيق الموجود على بلاي ستور أو في أي وكذلك في موقعه الرسمي. التطبيق هو اسمه ألفريد كاميرا، ألفريد كاميرا. التطبيق اسمه ألفريد كاميرا، فهو موجود على بلاي ستور وهو تطبيق مجاني. وبطبيعة الحال هذا التطبيق يمكن تثبيته في هذا الهاتف الذي تريد أن تجعله كاميرا مراقبة، ثم يمكن أن تثبته على هاتف آخر مثل هذا الهاتف الذي أستعمله لتصوير هذا الفيديو، أو يمكن تثبيته أو فتح موقعه على الانترنت كما تلاحظون. هذا هو موقع هذا التطبيق الذي يمكنك بطبيعة الحال من استعمال هاتفك الغير مستعمل كاميرا مراقبة. إذن سندخل إلى هذا الموقع أو سنفتح هذا الموقع هكذا. نعم، إذا بالنسبة لي فقد سبق لي وأن تسجلت بهذا الموقع بطبيعة الحال وأضفت إليه هذه الكاميرا. الآن سأريكم كيف نستعمل هذا التطبيق. إذن على بركة الله نقوم بفتح التطبيق في هذا الهاتف، وسنلاحظ بأنه سنقوم بفتح التطبيق في هذا الهاتف. إذن جيد، إذن التطبيق يقول بأننا بطبيعة الحال في خط مباشر. بطبيعة الحال هذا التطبيق يعمل بشبكة الاتصال، لابد أن يكون متصلا بالإنترنت. هنا نلاحظ ظهور رسالة تفيد بأن هناك محاولة الاتصال بكاميرا المراقبة لهذا الهاتف. إذا سأحاول غوكونكت ولا وأنتظر كاميرا، إذا أنتظر لكي يتم الاتصال بكاميرا هذا الهاتف. سأحاول مرة أخرى. هنا لدي بطبيعة الحال أونلاين، أي أننا قمنا بربط الاتصال بالهاتف بطبيعة الحال، لأن كان هناك مشكل في الكاميرا. تبدو بطبيعة الحال بشكل جيد كما تلاحظون. الآن الكاميرا تصور بشكل جيد كما تلاحظون. بطبيعة الحال سأحاول استخدام الفلاش. إذا كما تلاحظون الكاميرا الآن تصور بشكل جيد، وسأحاول وضعها خارج بطبيعة الحال. إذا كما تلاحظون والهاتف يعني يمكن أن أقوم بإطفاء الهاتف هكذا، فهو والكاميرا تعمل هكذا كما تلاحظون. إذا سأحاول نقل هذا الهاتف إلى مكان آخر، ولكن قبل ذلك شيء آخر مهم في هذا التطبيق. كما تلاحظون أنه يمكن أن أغير كذلك بالنسبة لي، إذا استعمال
استعمال الفلاش، يمكن استعمال الفلاش بالهاتف. لاحظوا عندما أضغط هنا في هذا العدد سيشتغل ضوء يعني سأشغل ضوء الكاميرا كما تلاحظون. إذن هكذا سأعيد. إذن عندما أضغط هنا سيتم تشغيل بشكل تلقائي ضوء الكاميرا. جيد كما تلاحظون. يمكن كذلك تغيير الكاميرا يعني أمامية وخلفية هكذا، أو عفوا تغيير وضع الكاميرا هنا. هنا فوالا سويتش كاميرا، يعني كاميرا أمامية وكاميرا خلفية. هنا الآن أقوم بتغيير فوالا، إذا كاميرا أخرى اللي هي أمامية، هي كاميرا أمامية، ثم أغيرها إلى كاميرا خلفية. نعم، إذن هكذا تغير. يمكن أخذ الصورة كذلك، يمكن سماع الصوت كذا ستلاحظون. إذن هنا كاميرا أمامية وهنا كاميرا خلفية كما تلاحظون. الآن أراقب الشارع باستعمال كاميرا هذا الهاتف كما تلاحظون. وهنا كاميرا أمامية وهنا كاميرا خلفية. أغير فقط هنا. سأحاول تغيير وضع الكاميرا. نعم، إذن هكذا تغير وضع الكاميرا كيفما تريد كيفما تشاء. الهاتف الذي أصور به كذلك يمكن أن أثبت فيه هذا التطبيق كما ستلاحظ.